مثل ما وعدناكم من عسطوح بيروت من شهر تقريبا شهر ويومين نحن اطلقنا مبادره بوجود الاستاذ شهي ريفانيا من سيفكو هولدينج. اهلا وسهلا. اهلا فيك. نحن اليوم قدام بوكس كتير كبير. نعم. لحتى نسحب اجابه على السؤال لرابح 50% على شقه. بدنا نرجع مزبوط نقول له شو كان السؤال. وثاني شيء انا كتير مبسوط لانه اجينا اكثر من 2000 ايميلات، تقريبا نصهم كانوا مع الجواب الصح اللي يحنن بهالبوكال. هلا رح نخلطهم. نعم. وبفتكر كلهم بيعرفوا السؤال. من 2004 يعني من وقت اسس سيفكو هولدينج، مش الشركه الاسم اللي قبل، سيفكو هولدينج من 2004 كم مشروع اعلنا؟ فالسؤال كان هذا السؤال، واليوم الجواب فينا نقول كان 20 مشروع. نعم. احنا اعلنا 20 مشروع على الانترنت، على الانترنت وعلى سيفكو هولدينج. عم نحكي من 2004. نعم. وهودي جزء من المشاريع قبل ما نسحب 100%. هون عندنا تقريبا كله منفذ. لا، قسم ربعهم يمكن او ثلثهم منفذين. ما تنسى انه كل هالمشاريع اعلناهم من 4 سنين. نعم. اليوم يعني من ال 4000 وحده سكنيه اللي بعنا صرنا تقريبا خالصين، وسلمنا حوالي 1000 1200. نعم. شقه، وان شاء الله بعد سنه سنتين بنسلم هال 4000 وبنرجع بنعلن 10000. اكيد رح نسحب الرابح. ايه يلا، بس بالاول نحن خلطنا. بس رجعي خلطي. رح اخلط. هو كلهم فيهم ايميلات. نعم. هلا فيهم الاجوبه الصحيحه. ايه، انا الايميل مثل ما اجت الايميل طوينا الصفحه وحطيناه بانفلوب. انا بعرف انه في كثير من الناس هلا رح يقولوا يا ريت نحن طلع اسمنا وهيك، بس نحن رح نعمل جهدنا انه ان شاء الله يكون الرابح عن جد هو بحاجه لانه يربح. و بس بليز داليا فرجي انه ما عندك شيء. شو ما عندي شيء؟ سحر؟ رح احاول اول قد ما في، ما في ولا انفلوب ولا شيء. يلا قد ما فينا، ما بعرف انت خلط بعد مره شهي قد ما فيك. اذا خلطنا رح نحط ايدنا. اوكي تفضل. يلا تفضل. لكن the lucky one. فاذا هو 50% على 50% على شقة بنباي اسمها. نعم. سان توما اسم المشروع. مساحتها؟ مساحتها 150 متر. نعم، يعني بتصلح لأنه لكوبل بده يتجوز ويجيب بيبي. أكيد. الله رد. نحن هدفنا نشجع هالشباب يتجوزوا ويجيبوا بيبي. شو الاسم؟ الاسم داليا داغي. لا أنا، لا أكيد. نعم. أكيد عم يمزح يعني. الاسم موسيك كيريجيان. نعم. رقم الهاتف ما رح أقوله على الهواء. نعم. نحن رح نرجع نتلفن لون بليز. هاي تنفرجيون موسيك كيريجيان. وأنا رح شوف كل ال كل سوري بالإذن منك إنه رح مش رح شوفهم كله، بس رح ثبت للناس إنه كل الوراق كان فيها أسماء. تفضل. فإذا فيك تعطينا إياها على الهواء. موسيك موسيك كيريجيان. ألف ألف مبروك. في مجال تبرمنا تقدر تلقط الكاميرا للاسم؟ فإذا كل الإيميلات اللي الواصلة موجودة هون بقلب هيدا البوكال، كل الإيميلات اللي عطيت أسماء صح. في كتير أسماء، في كتير أسماء حتى من أكثر من بلد مش بس من لبنان، كلهم موجودين فيهم أوراقهم وكلهم طلبنا منهم أكيد وتبعته بدون التليفون. قلنا لهم بليز بعتوا التليفون تنتأكد إنه هالإيميل مزبوط. فهلا بنتصل بموسيك كيريجيان و رح نسلموا الديسكاونت على الهواء بوقت اللي بصير فينا نتصل نحن وياه. نحن جمعة الجاي ورا نتلفن له ويجي يمضي العقد. نعم. بنرجع نعزمك لعنا لتكوني تتواكبينا بهال. نعم. نحن بنتشكر الرعاية كمان لمرافقتنا بعسطوح بيروت، وبنتشكر هالمبادرة على أمل إنه إن شاء الله كمان بمشروع جديد بيكون في مبادرة تانية للمشاهدين. باسمي وباسم كل المشاهدين بقول لك شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. إلى التقدم ومع سيفكم نبني المستقبل. إن شاء الله تاني حلقة بكون ضيف عندك بعمل مبادرة حتى أكبر. الله رد. ميرسي كثير، كلك ذوق، يعطيك العافية.